تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، انطلقت فعاليات الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار معا للحفاظ على أشجار الغاف، وذلك في الحي الثقافي كتارة. وقد قام سعادة الوزير بزيارة معرض الوزارة في كتارة، وذلك بحضور كل من المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة، والسيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، وعدد من مسؤولي وزارة البلدية والبيئة. وتفقد سعادته أبرز أنشطة وفعاليات الإدارات المشاركة بالاحتفال، وأشاد بالإقبال المميز للجمهور على الفعاليات والأنشطة. اليوم يوم لتوعية الجمهور بدور قطاع البيئة في وزارة البلدية والبيئة، ودور الإدارات المختلفة في القيام بواجباتها، ومجموعة الأجهزة أو المشاريع التي تقوم بها في برنامجها السنوي. فالحمد لله، يعني اليوم عدد الجمهور اللي زار المكان هذا، المركز اللي ينشئ في كتارة، مشكورين قدموا لنا، زار كثير من الجمهور، وأصبح الناس يطلعون على الكتب والمنشورات، وأيضا يتحدثون مع الاختصاصيين حول الدور اللي تقوم به الوزارة، سواء في مسألة التوعية وحماية البيئة والحماية البيئية من جهة، والمحميات الطبيعية، أو في دور مراقبة الإشعاع والمراقبة الصناعية ومراقبة الأغذية، مراقبة المياه ومراقبة الهواء والأجهزة اللي عندهم، وأعداد الموظفين اللي منتشرين على مستوى الدولة ويقومون بهذا الواجب، سواء في البر القطري أو في مراكز الحدود أو في المناطق الصناعية. وقد تنوعت الفعاليات بين ورش ومسابقات لطلاب المدارس لتوعيتهم بالبيئة، وأنشطة خاصة للتوعية بالغطاء النباتي والنباتات النادرة بالدولة، كما تم تقديم عرض مسرحي للأطفال للتعريف بفوائد نبات الغاف، وإلقاء عدد من القصائد الوطنية للتوعية بالبيئة القطرية والمحافظة عليها. يا زين طلع وشوف الجو، يعجبك لونه ونواره، خوة نشامة وشب الضوء وسوالف الطيب دواره. سلامتكم.